Eklen omen tagonata. Nainari flot flot bi bandukrator. Anastumen eklen omen tagonata. Nainari floti ben sotir. Ki anastumen eklen omen tagonata. Nainari floti wo nainan. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويتراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. اطلبوا عن سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وخلاص الله في الشعوب والطمأنينة بكل موضع ويغفر لنا خطايانا. اطلبوا عن أبائنا وإخوتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا الموضع أو في كل مكان لكي ينعم الرب إلهنا عليهم وعلينا بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبائنا وإخوتنا المسافرين والذين يضمرون السفر في كل مكان ليسهل الرب طرقهم أجمعين إن كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة والذين جعلوا سفرهم بكل وسيلة لكي يرشدهم الرب إلهنا ويردهم إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض والأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في المسكونة كلها لكي يباركها المسيح إلهنا ويكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورأفة أمام الرؤساء الأقوياء ويعطف قلوب المتوليين علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبائنا وإخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا البطاركة وأبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة وأبائنا الرهبان وإخوتنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي ينيح الرب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وأواني المذبح لكي يعوضهم الرب إلهنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن موعظي شعبنا لكي يباركهم الرب إلهنا ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه الكنيسة وكل الكنائس وديارات الشعوب الأرثوذكسية في البراري
والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة العالم أجمع لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا البابا المعظم الأنباش نود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا فام لكي يحفظ الرب لنا حياتهما ويثبتهما على كرسيهما سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن آبائنا المطارنة وآبائنا الأساقف الأرثوذكسيين في كل مكان وآبائنا القمامسة وآبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماعات الشعوب الأرثوذكسية لكي يباركها الرب إلهنا ويكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن مدبر الكنيسة المقدسة وكل رتب الكهانوت لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لها تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الرؤساء محب المسيح الذين أوصونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم نعمة أمام الرؤساء الأقوياء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وكل نفس متضايقة بأي نوع لكي يتراءف الرب إلهنا عليهم وعلينا ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المتضايقين الذين في السجون والمطابق والنفي والسبي والمربوطين من جهة رباطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع المقدس يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويغفر لنا خطايانا.
ويسعدها كمقدارها، ويفرح وجه الأرض بالنيل، ويعولنا نحن البشر، ويعطي النجاة للبهائم، ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء وسيف الأعداء، ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في الكنيسة المقدسة، ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكونة إلى النفس الأخير، ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكملها لنا بسلام، ويرينا بهجة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمين، ويغفر لنا خطايانا. Ευνοτήν αϊνάν θέσον αϊ αιρών αριών αϊν ημέν χεν τεκμετ όρων.